أخبار اليوم. أهلا بكم وبوابة أخبار اليوم وحلقة جديدة مع وصفة جديدة من مطبخنا مطبخ هناء العموري. النهاردة هنعمل بيكاتا. الوصفات بتاعت البيكاتا قدامنا اهيت، هنلاقيها بسيطة جدا وخطواتها بسيطة. البيكاتا معروف انها بتتعمل بستيك بتلو، بس احنا النهاردة عايزين نعملها بطريقة مختلفة شوية وسهلة شويتين، ان شاء الله تعجبكم. احنا بدل ما هنجيب الستيك البتلو هنستخدم عرق لحمة نتسوي في الفرن زي ما هو كده هو، وهوريكم ازاي وهنشوف ازاي احنا تبلناه وسويناه. المقادير بتاعنا بتاعت البيكاتا: دقيق، شوربة لحمة، كريمة، تقريبا كوباية كريمة وشوية لبن، وعندنا مشروم وبصل صغير متقشر وسليم. البيكاتا بتبقى عبارة عن شرايح لحم بتلو او استيك كندوز، بيبقى محطوط معايا صوص كريمي، ولو ما فيش الكريمة اللي هنعمل بيها الصوص الكريمي ممكن بديل ليها اللي هو اللبن. انا النهاردة عايزة اعمل البيكاتا بدل الستيك وتشويحه والطريقة العادية اللي الناس بتعملها بيها، ان الستيك البتلو يمسكوه الاول ويعفروه بالدقيق وبعدين يتشوح على طاسة كده صغيرة على الوشين، وبعدين يتحط له المقادير بتاعتنا ديت. انا مش عايزة اعمل المرة دي الطريقة دي، انا عايزة اجيب اللحم يكون متقطع من عرق. العرق دوت احنا جبنا عرق تريبيانكو وتبلناه كويس قوي بالملح والفلفل والبصل، وحطناه في صينية مغلفة بالفويل، وحطناه في الفرن لمدة ساعتين او ساعتين ونص لغاية ما يستوي تماما، وبعد ما يبرد بنقطعه. العرق ده ممكن تحطيه في التلاجة وقت ما تعوزي في اي وقت في الحافظة، او في الفريزر وقت ما تعوزي تطلعي وتقطعي منه على طول. بيبقى شرايح كده زي ما احنا شايفين، تقطعي منه على طول علشان تعملي البيكاتا او الشاورما. احنا عملنا حلقة قبل كده للشاورما بنفس الطريقة. العرق عملناه وقطعناه قطع صغيرة للشاورما. المرة دي العرق دوت هنقطعه قطع صغيرة حلقات شرايح كده للبيكاتا. زي ما احنا شايفين القطع بتطلع شكلها جميل جدا ومتساوي، يعني تحسي انها شكلها حتى لما تقدميها على سفرتك في رمضان او في اي عزومة تحسي ان هي شكلها مغري جدا وشكلها شيك قوي قوي. بنقطع حسب ما انت عايزة مثلا لفردين تقطعي قطعتين وتشيلي الباقي، عايزة لأسرتك تقطعي زي ما انت عايزة وتشيلي الباقي، تشيليه كده في كيس وتشيليه في الفريزر او في الحافظة في التلاجة، مفيش مشكلة. احنا دلوقتي هنستكفى بالكمية ديت ونشيل بقية العرق بقى في التلاجة او في الفريزر زي ما تحبي. خلاص اللي هنعمله دلوقتي هنركن ده على جنب كده، وهنبتدي دلوقتي الخطوة اللي بعدها ان احنا نخش على تسوية المكونات ديت على النار. الشرايح اللحمة ديت المفروض تبقى محطوطة في الصوص اللي هنعمله من المكونات ديت. هنبتدي دلوقتي نظبط المكونات. بنفتح النار، بنحمي طاسة عندنا بشوية زيت صغيرين علشان نبتدي نشوح البصل الصغير بتاعنا. شوية زيت صغيرين، تمام. نحط بقى البصل بتاعنا، احنا عايزينه سليم كده لان بيبقى شكله جميل جدا، وعايزين نشوحه على اساس
ياخد لون بني، لون خفيف بني. هنبتدي نشوحه كده على نار حاميه. لما ياخد اللون البني بتاعه هنبتدي ننزل بالكريمه، هي كوبايه كريمه هننزل بيها. وبعدها الشوربه، وبعدها الدقيق، ويعمل صوص معانا كريمي تقيل شويه. طبعا هنحط عليه ملح وفلفل، ما بيتحطش عليه حاجه تانية غير الملح والفلفل. زي ما قلنا الطريقه دي جديده للبيكاتا، بدل ما تجيبي شرايح البيتيلو او شرايح الكندوز وتعفريها بالدقيق وتحطيها، لا احنا طريقتنا مختلفة شوية، ان احنا جبنا العرق اللحمة وسويناه في الفرن وقطعناه بعد ما برد شرايح عشان يبقى شرايح للبيكاتا. المفروض البصل دوت ياخد لون على الوشين. البيكاتا ناس كتير بتحبها بالمشروم، هي اساسها واصلها بالمشروم. اللي ما بيحبش المشروم يستغنى عنه تماما ويشيله، مش شرط يعني يحطه. البصل اهو قرب معانا ياخد وش، واهم حاجه البصل يدي لون بني شويه علشان الصوص يبقى كريمي، ما يبقاش لونه زي ما يبقاش لونه ابيض قوي، احنا عايزين لونه يبقى قريب من اللون الكريمي. نقلب فيه كده عشان ياخد وش من كل ناحية. تمام، المفروض ياخد لون بني بني خالص. قرب اهو البصله، يفضل علشان ما تتفتحش معاكي كده انها وتبتدي تتفصص منك، لا ابقي حافظي على البصله من ديلها وراسها ان هي ما تشيليش منها كتير علشان تفضل ماسكه نفسها وتفضل بالشكل بتاعها المدور. البيكاتا كتير مننا بيحبها بالمشروم قوي، والمشروم طبعا فوائده الصحيه لا تعد ولا تحصى. خلاص احنا كده البصل عندنا خد اللون البني بتاعه، هنبتدي نعمل ايه اول خطوه بعد البصل؟ الكريمه والشوربه. هنحط له شويه شوربه، دي شوربه لحم، ولو ما عندكيش شوربه لحم ممكن تحطي شوربة فراخ. نهدي النار شوية، شايفين دلوقتي ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الشوربة بتاعتنا هتغمق من لون البصل، احنا عايزينها تدي اللون البني. تمام، خدت اللون البني بتاعها. خلاص نبتدي نحط بقى الكريمة. دي كريمه لباني، حطينا الكريمه اللباني بتاعتنا. نحط معلقه دقيق، تقريبا معلقه دقيق زي ما احنا شايفين كده اهو. نبتدي نقلب بسرعه عشان الدقيق ما يكعكلش مننا. اللي خايفة الدقيق يكعكل منها ممكن تدوبه في طبق صغير او كوباية مع شوية كريمة او شوية لبن. خلاص كده نعلي النار شوية، احنا عايزين الخليط دوت دلوقتي يغلي كويس عشان ياخد من طعم البصل.
عشان الكريمه تاخد من طعم البصل. طيب دلوقتي نتبله بقى بالملح والفلفل بتاعنا، هنحط شويه ملح حبه كمان خلاص، وشويه فلفل اسود. حطينا الملح والفلفل الاسود بتاعنا كده، ايه اللي ناقص؟ كده ناقص المشروم. المفروض نقطع المشروم بتاعنا شرايح او مكعبات زي ما تحبي، لكن انا بحب احط المشروم فريش كده يعني من غير ما اشوحه. في ناس تحب تشوحه بشويه زيت صغيرين، لكن انا بحب احطه سليم وهو يستوي جوه الكريمه اللي احنا عاملينها. هنوطي النار شويه قبل ما نقطع بقيه المشروم. المفروض المشروم يغلي مع الكريمه ديت 10 دقايق، واخر حاجه هننزل بيها اللحمه، على عكس طريقه البيكاتا اللي قلنا عليها المعتاده، ان انت اللحمه هي اللي بتبتدي بيها، بتعفريها وبالدقيق وتشوحيها. لا احنا مش عايزين الطريقه دي المره دي، احنا قلنا نجرب الطريقه الحلوه دي. طيب الكريمه بتاعتنا تقلت طبعا من الدقيق اللي حطيناه، فاللبن او الكريمه يبتدوا يخففوها. كل ما تلاقيها تقلت معاكي قوي زودي لها لبن وكريمه. احنا دلوقتي عايزين، شايفين ازاي شكل المشروم جميل ازاي، والبصل اللي احنا عاملينه، البصل شوحناه الاول وخد اللون البني، وبعدين نزلنا بالشوربه بتاعه اللحمه والكريمه ومعلقه الدقيق والمشروم. احنا هنغلي كده المشروم معاه، المفروض يغلي شويه بس علشان وقت الحلقه، فهنحط دلوقتي شرايح اللحم اللي احنا قطعناها زي ما احنا شايفين كده. احنا تبلناها بالملح والفلفل بس. طيب لقينا دلوقتي الكريمه اهي ابتدت تتقل، واحنا عايزين اللحم اللي حطيناه ياخد من طعم الكريمه والمشروم اللي احنا عاملينه. لما نلاقي الكريمه ابتدت تتقل تاني عن اللزوم بنزود لبن او كريمه لباني. المفروض في الحاله ديت انها تغلي لمده 10 دقائق عشان البصل والمشروم مع الكريمه يدوا طعم للحمه. وهي دي البيكاتا بتاعتنا بالطريقه السهله قوي. جربي الطريقه بتاعه البيكاتا بالطريقه بتاعتنا ديت، هتلاقيها سهله جدا عليكي. في اي وقت تكوني مستعجله او مزنوقه وقتك ضيق جدا، ممكن تلاقي العرق بكل سهوله في الثلاجه، تاخديه وتقطعي منه وتعملي الشاورما، تعملي البيكاتا، تعملي اي حاجه من العروق. وصفه العروق دي بتبقى وصفه جميله وسهله جدا لست البيت، وبتسهل عليها وقت كتير وبتوفر عليها وقت كتير. طيب ابتدى اهو تمام كده، نقفل عليه ونجيب الطبق بتاعنا علشان نغرف الطبق بتاعنا الجميل، طبق البيكاتا. هنفضي هنا حوالينا كده، احنا ليه عملنا عرق لحمة علشان نغير طريقتنا دي، عملناها ليه؟ احنا عملنا العرق بالطريقة ديت وسويناه لان كتير مننا لما بيعمل الستيك ما بيستويش منها، ما بيستويش معاها، فاحنا الطريقة ديت اللحمة مستوية اوريدي وناعمة جدا، يعني هتلاقيها بتقطم معاكي بكل سهولة، حتى شكلها كمان بيبقى شيك قوي في التقديم زي ما احنا شايفين كده. عايزين نظبط طبقنا يبقى شكله جميل لما تيجي تقدمي اكلتك ديت في رمضان على الفطار، الاكلة دي بيبقى شكلها شيك جدا ومغرية قوي، ويعني من منظر التقديم بس بتاعها ومنظر شرايح اللحم اللي موجودة تفتح النفس.
كده انت ضامنه انك العرق اللي عملتيه ده اللحمه مستويه جدا. ما تخافيش بقى وتسيبيها كتير على النار مع عشان تستوي. لا دي بتشد، شايفين ازاي البصل معانا طالع والمشروم كور البصل بتاعنا اللي احنا حمصناها وقديناها لون بني، والمشروم خلاص كده. نبتدي بقى نحط شوية الصوص بتاعنا بقى الجميل اللي تبلناه بالملح والفلفل والكريمة. كده البيكاتا بتاعتنا السهلة اللذيذة خلصت. نبتدي بقى نزوق طبقنا كده عشان يطلع بشكل جميل. واتمنى تجربوا البيكاتا بطريقة العرق بدل الستيك، هتعجبكم جدا ان شاء الله. وتقولوا لنا رأيكم. احنا بس هنظبط طبقنا كده علشان وادي طبق البيكاتا بالمشروم بتاعنا بالطريقة الجديدة من مطبخنا. وتجربوها وان شاء الله تعجبكم. وبالهنا والشفا، وكل سنة وانتم طيبين.